صباح الخير. في المحاضرة اللي فاتت بدأنا نتكلم على ديزل انجين كاركترستكس، وبدأنا اتكلمنا على الانجكشن كاركترستكس. النهارده ان شاء الله هنتكلم على السبراي كاركترستكس، وعلشان الموضوع ده مرتبط ببعضه وطويل شوية، فأنا سجلت لكم دي المحاضرتين دول مع بعض 7 و8، اللي هما يغطوا الخميس 14 إبريل والخميس 21 إبريل. يعني دول عبارة عن محاضرتين مع بعض، بس عشان الموضوع متصل ببعضه فأنا عملتهم في محاضرة واحدة. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن Injection Characteristics، وقلنا عليها اللي هي أول 4 بارامترز المهمين، هي الانجكشن بريشر، الانجكشن تايمينج، الانجكشن دوريشن، والريت اوف انجكشن. النهارده بقى هنتكلم على السبراي، ليز سبراي كاركترستكس. طبعا بعد الخواص اللي موجوده في الرشاش نفسه، فهمنا بعد كده الوقود اللي طالع من الرشاش ده هيتحرق ازاي، هيتوزع ازاي داخل الكومباشن تشامبر. فهنا البارامتر المهم اللي يهمني هنا ان انا اعرف توزيع الدروبلت سايز، يعني زي هذه الوقود اللي داخل ده اللي طالع من الظروف دي بالضغط معين وتوقيت معين، هل هيتحول الى قطرات صغيره زي ما احنا بنقول ان احنا محتاجين ان يكون القطرات واقعه بين 45 5 مايكرون يعني و40 مايكرون، بحيث ان هي القطرات الصغيره تتحرق قريب من الانجكتور، والقطرات البعيده على حسب الانيشال بتاعتها تتوزع داخل الكومباشن شامبر. الوقود هو طالع من الرشاش مش على طول كده بيتحول الى قطرات، في فتره اللي احنا بنسميها بريك اب، الطول ده او المسافه ده يبتدي بعدها الوقود يتكسر الى قطرات صغيره، يبقى عندي بريك اب لينز. بعد كده مع بقى الايروديناميك فريكشن بين الكثرات بتاع الوقود والهواء اللي موجود داخل الكومباشن تشامبر بضغطه ودايره حرارته، بيبتدي يتحول الى قطرات اصغر وتتكسر الى قطرات اصغر. فهنا ده الظروف اللي جوه هي اللي بتحدد لي بقى ايه توزيع الدروبلت سايز داخل الكومباشن تشامبر. طيب ده يعني بيحدد لي مدى جوده الاتوميزيشن، لكن ما زال عندي بارامتر اخر هو التوزيع بتاع الوقود ده داخل الكومباشن تشامبر. التوزيع بتاع الوقود ايه البارامترز اللي تحدده؟ نمره 1 سبراي انجل، نمره 2 سبراي تيب بنتريشن، يعني قد ايه بيمشي السبراي داخل الكومباشن تشامبر، يعني مع الزمن تغير هذه التيب او المقدمه بتاعت الرشاش ده هتمشي مسافه شكلها ايه، وده بيحدد لي ان هو هل الرشاش ده الوقود هيوصل لحد اخر حته في الكومباشن تشامبر ولا لا. وعندي display angle طبعا انا يهمني ان يكون display angle اكبر ما يمكن عشان يبقى فيه dispersion، في توزيع او تشتت في الوقود من كل ناحيه يقدر ايه يتوزع داخل الكومباشن تشامبر بشكل جيد. طبعا parameters اللي بتزود لي الاتوميزيشن بتعكس لي البنتريشن، فهنشوف احنا بعد شويه ازاي نعمل compromise بين الاتوميزيشن وبين البنتريشن. السبراي كاركترستكس ممكن تقسمها إلى نوعين رئيسيين، ماكروسكوبيك كاركترستكس ودي بتشمل طبعا السبراي تيب بنتريشن، قد إيه السبراي ده اخترق الهواء الموجود داخل الكومباشن تشامبر، سبراي كون أنجل قد إيه انتشر في الجناب ده حصل له ديسبرشن، تالت حاجة بريك أب لينس إمتى بيبتدي الوقود اللي طالع من النوزل ده هو بيبتدي يتكسر الى قطرات صغيره، ورابع حاجه هو الاتوميزيشن ازاي بيبتدي يتحول الى قطرات صغيره جدا. النوع الثاني اللي هو الميكروسكوبيك كاركترستكس هو بيبقى معني ب دروبلت سايز ديستريبيوشن، يعني ما هو كل حجم من احجام قطرات الوقود دي موجود قد ايه، الكميه الموجوده برسنتج بتاعها الموجود في السبراي. شكل السبراي بتاع اللي طالع من الانجكتور معتمد على نوع النوزل،
يعني لو عندنا بنتكلم على الهول نوزل، يبقى اللي طالع منها عبارة عن فول كون سبراي، يعني طالع في شكل مخروطي. لكن مثلا بالنسبة لي النوزلز اللي هي البنتل نوزل، يبقى السبراي اللي طالع منها في شكل هولو كون، يعني في شكل مخروط ايه مجوف من الداخل. هنشوف الاول احنا هندرس الفول كون سبراي. بمجرد ما يبتدي الوقود يطلع من الفتحه بتاعت النوزل الى الكومباشن تشامبر، فهنا هنبص نلاقيه مكون الاول او يبتدي يتكسر الاول في شكل ايه الاول مخروط الاول، كله عبارة عن وقود، والوقود ده ايه يعني يطلع الشكل ده في شكل مخروط كده، ده اللي احنا بنسميه برايمري بريك اب. البرايمري بريك اب ده بيبقى ايه اللي العوامل اللي بتأثر عليه؟ العاملين الرئيسيين اللي بتأثر على البرايمري بريك اب هو التربنس اللي داخل في داخل الثقب بتاع الانجكتور نفسه او داخل يعني النوزل، وكمان عندنا الكافيتيشن. يعني العاملين الرئيسيين اللي بيأثروا على البرايمري بريك اب هو ايه؟ التربلنسز والكافيتيشن. يبقى عندنا هنا immediately after leaving the nozzle hole the jet starts to break up into conical spray. كون ايه عباره عن الاول بريك اب الاولاني البرايمري بريك اب ده احنا بنسميه برايمري بريك اب، وبيبقى في شكل ايه؟ مخروط. ده بينتج عنه عباره عن ليجمنتس ودروبلتس كده، لكنه بيبقى دنس سبراي، يعني بيبقى معظمه عباره عن وقود فقط. العامل الرئيسي اللي بتاثر عليه زي ما نقول بالذات في حاله الهاي بريشر انجكشن هو الكافيتيشن والتيرنسز. دي طبعا هو دي الميكانيزم الرئيسي اللي بيتكون بيه البرايمر بريك اب، هو ايه؟ هو الكافيتيشن والتيرنسز. يبقى هنا لو بصينا للرسمه دي كده هنلاقي ان احنا عندنا بمجرد خروج الوقود من الانجكتور هول بيبتدي الاول يكون عباره عن مخروط من الوقود، مخروط من الوقود في شكل ليجمنتس او دروبلتس كبيره قوي، لكن هو دنس سبراي يعني ما فيش هواء داخل فيه كتير، يعني الهواء فيه قليل جدا. وهذا البرايمري بريك اب بيبقى ناشئ من ايه؟ من حاجتين رئيسيين زي ما قلنا، يا اما يكون فيه تيربنسز، تربنس زي دي كده، يا اما يكون في تربنس داخل الهول بتاعه الانجكتور نفسه، يا اما يكون في عندنا كافيتيشن. طبعا الكافيتيشن بتنشا في هنا في المنطقه دي اللي هي قريبه من الجدران، ناتج من ايه؟ من الدروب في الستاتيك بريشر، هو اللي ممكن ينتج منه لو عندي الدروب في البريشر ده نزل عن الفيبر بريشر، فبيتكون عباره عن بابلز في المنطقه دي كده، لما بتطلع بعد كده في بتطلع بره في الكومباشن تشامبر لما يكون بريشر عالي يعني، فتبتدي يحصل لها انفجار، او بمعنى صح انفجار للداخل، وبالتالي تكون قطرات مره ثانيه، وبتعمل ايه؟ تكون رخ حركه قويه جدا للوقود اللي هي بتكون بعد كده او بتكسر الوقود الى ليجمنتس والى الى دروبلتس كبير. يبقى اول حاجه هو البرايمري بريك اب. ثاني حاجه اللي هو السكندري بريك اب. بعد كده الوقود هيبتدي يتحرك داخل الكومباشن تشامبر، ايه بقى العامل اللي بيساعده على ان هو يبتدي يحصل يتكسر الى قطرات وقود اصغر؟ طبعا هنا هو عباره عن ايروديناميك بقى فريكشن بين قطرات الوقود وبين الهواء اللي موجود داخل الكومباشن تشامبر. انتوا عارفين الديزل انجن في نهايه شوط الانضغاط بيبقى موجود فيها بريشر وتمبرشر عاليين، فهنا الاصطدام بتاع قطرات الوقود ومع الهواء اللي موجود في بضغط عالي هو ده اللي بيبتدي يعمل ايه؟ يعمل السكندري بريك اب. يبقى عرفنا دلوقتي الاول ايه هو البرايمري بريك اب وناتج من كافيتيشن والتربنسز، وعندنا كمان سكندري بريك اب اللي هو ناتج من ايه؟ من الاصطدام اللي هي قطرات الوقود مع الهواء اللي موجود داخل الكومباشن تشامبر. يبقى البرايمري بريك اب هو عباره عن ايه؟ عباره عن تكسير الوقود اللي هو طالع من الفتحه بتاعه الرشاش، بيكون لي اللي هو الليكويد كور، والليكويد كور ده بيبقى عباره عن ليجامنت وقطرات كبيره، قطرات كبيره خالص. لكن في نهايته ده في نهايته كده لنهايه اما بتيجي بعد كده الوقود
يكون لي قطرات اصغر، يحصل له تكسير بهذا الشكل. ده بنسمي هذا الطول اللي هو بنسميه البريك اب لينث. وقلنا المين ميكانيزم بتاع تكوين البرايمري بريك اب هنا في الكور اللي موجود او الليكويد كور هنا، هو عباره عن حاجتين اللي هي عباره عن التربنسز والكافيتيشن. بتيجي منين التربنسز والكافيتيشن؟ عندنا اولا بالنسبه لي الساك فوليوم اللي هنا، الساك فوليوم هنا بيبقى جاي لي هنا ايه الضغط بتاع الحقن. ضغط الحقن بيبقى اكبر بكتير من الضغط بتاع اللي هو داخل الكومباشن تشامبر. بيبقى في عندي هنا اصلا بريشر جريدينت بين هنا عند المدخل وعند الايه عند المخرج. علاوه كمان على ان الفلو نفسه اللي جاي بتاع الوقود علشان يجي من الساك فوليوم علشان يخش الى الثقب بتاع الرشاش، طبعا الستريم لاينز بيحصل لها كيرفيتشر بهذا الشكل، ونتيجه الكيرفيتشر دي والبريشر بيحصل طبعا ايه بريشر جريدينت في الاتجاه الاكسيال، لا طبعا نتيجه الفرق في البريشر، وكمان نتيجه الكيرفيتشر دي بيحصل ان ايه كمان راديال ايه جريدينت. فالمنطقه ده هي اللي هي بتاعه الفينا كونتراكت دي بيحصل فيها دروب في الاستاتيك بريشر. يبقى الاستاتيك بريشر هنا لما بيقل عن الفيبر بريشر بيكون ايه الكافيتيشن. لكن هل ممكن ان يبقى عندي البرايمري بريك اب بيحصل بواسطه الترنسز بس؟ ممكن. ممكن امتى؟ لو احنا صممنا الشكل الثقب بتاع الرشاش ده هو بشكل معين هنتكلم عليه بعد كده، بحيث ان هو يعمل سبريشن للكافيتيشن خالص، يعني يقلل لي من الكافيتيشن لحد الصفر. فهذه الحاله بيبقى البرايمري بريك اب فقط ناتج من ايه؟ من الترنسز. يبقى ازاي بتحصل الكافيتيشن في النوزل هول؟ طبعا قلنا ان علشان يحصل الكافيتيشن لازم الاستاتيك بريشر يقل عن الفيبر بريشر. طب ازاي بيحصل عندنا في الفلو هنا في النوزل هول بيحصل تغير او قله في الاستاتيك بريشر؟ نمره واحد ان احنا عندنا الليكويد الفويل يعني جاي من الساك فوليوم وداخل على الفتحه بتاعه النوزل او الثقب بتاع النوزل. فطبعا الفرق في الاريا ده بسبب طبعا اكسلريشن عاليه جدا للفلو اللي داخل الى النوزل هول. وكمان عندنا نتيجه التغير الاتجاه بتاع الستريم لاينز اللي بيحصل لها كيرفيشر وهي داخله الى الثقب بتاع النوزل هول، كل ده بيؤدي الى ايه؟ ان بيحصل عندي بيتكون في المنطقه الاولانيه او في بدايه الاريا بتاعه الثقب بعد يعني الساك فوليوم بيحصل فيه طبعا ايه الفينا كونتراكت، يعني الافكت فلو اريا بيقل. نتيجه كده طبعا السرعه بتزيد والبريشر بيقل. فلما البريشر بيقل الستاتيك بريشر عن الفيبر بريشر طبعا ده على طول بيؤدي الى حدوث الكافيتيشن. يبقى هنا لما بيحصل كافيتيشن بيبقى في عندي في داخل النوزل هول بيبقى في عندي تو فيز فلو. تو فيز فلو هنا داخل الهول في تو فيز فلو. طبعا الانتنستي والاستراكشر بتاع الكافيتيشن ده الانتنستي وكمان تغير الاستراكشر حسب المكان، التغير المكان يعني سبيشال استراكشر بيعتمد على النوزل جيومتري، بيعتمد على شكل النوزل شكلها ايه. وزي ما هنشوف بعد كده ان النوزل جيومتري دي لها اهميه كبيره جدا في ان احنا تغييرها نقدر ان احنا لو احنا صممناها بشكل جيد ممكن ان احنا نزيل خالص الكافيتيشن من الثقب بتاع النوزل زي ما هنشوف بعد كده. كمان عندنا الحاجات اللي بتاثر كمان على الكافيتيشن انتنستي والستراكشر كمان البريشر باوندري كونديشن اللي حوالين ايه اب ستريم وداون ستريم ايه بالنسبه للثقب بتاع الرشاش. يبقى هنا اللي بيحصل ازاي بعد كده لما بتتكون البابلز دهين الكافيتيشن بابلز، بيحصل ان هي لما بتطلع في المنطقه اللي هي بيبقى اكثر الضغط بتاعها اعلى، يبقى ايه اللي بيحصل لما بيتغير ضغطها يعلى؟ فبالتالي هنا ايه اللي بيحصل؟ كولابس او يعني يبتدي تتكثف القطرات بتاع البابلز بتاعه الوقود الى قطرات طبعا بحجم اصغر بكتير من البابلز، وعشان كده ايه بتسبب ديستربنس عاليه عند المخرج بتاع النوزل، وده بيسبب لي طبعا ايه تكسير او اللي هي البرايمري ايه البرايمري بريك اب بتاع النوزل. احنا بعد كده لو بصينا على الكافيتيشن
ازاي بيحصل؟ عندنا التربنسز، لو كان عندي بيور تربنس بس من الصغب، فبيبقى عباره عن دوامات موجوده. الدوامات دي بتساعد على ايه؟ على تكوين البرايمري بريك اب. يبقى هنا عندنا لو كان عندنا فقط تربنسز، يبقى عندي مجموعه من الدوامات بس، مجموعه من الدوامات فقط. لكن لو كان عندي كافيتيشن، لو كان عندي كافيتيشن، فهنا نتيجه وجود البابلز اللي موجوده في الفلو انسايد الثقب بتاع النوزل، ده بينتج منها ان البابلز دي لما بتطلع بره للخارج بتبتدي ايه؟ امبلود، يعني عباره عن تتكثف، والقطرات دي يعني يبقى مكان البابل بيبقى قطرها بيقل قوي لما تتحول الى قطره ايه؟ وقود سائل يعني. لو جينا نشوف الكلام ده على هذا الشكل، ده كده عندنا، لو دي هنا عباره عن الثقب بتاع النوزل بتاعتنا، وعندنا المنطقه دي غالبا اللي هي عند المدخل بتاع الثقب ده، هو اللي هو بيحصل فيه اللي هو السترونج كيرفيتشر بتاع الستريم لاينز، وبيحصل هنا في نفس المدخل ده برضو عندنا هنا ايه؟ بيبقى اكسيال بريشر جريدينت هنا، وهنا كده راديال بريشر جريدينت، بينتج منه ان المنطقه اللي هنا دي بيحصل فيها ايه؟ انخفاض شديد في الاستاتيك بريشر، يبقى يحصل فيها انخفاض شديد ايه؟ في الاستاتيك بريشر. ثيوريتيكالي المفروض طبعا لو انا برسم العلاقه بين الاستاتيك بريشر وبين الديستانس من اول يعني من اول ثقب لحد يعني اخر ثقب كده، هلاقي عندنا ان المفروض يكون البريشر دروب كده بهذا الشكل، يقل البريشر بهذا الشكل، الستاتيك بريشر بهذا الشكل. لكن اللي بيحصل غير كده طبعا، نتيجه وجود اللي هو الكافيتيشن في المنطقه دي، او حتى بمجرد وجود الفلو في المنطقه دي كده، بيحصل ان يتكون عندي هنا عباره عن فينا كونتراكتا. الفينا كونتراكتا دي بتسبب لنا ايه؟ عباره عن بريشر دروب في هذا الشكل. يبقى هنا بدل ما كان عندي لينير كده ديستريبيوشن، فنبص نلاقي لو كان عندي تيربلنت بس، لو كان عندي الفلو بتاعي تيربلنت فقط، هيبقى عندي ابص الاقي يحصل بريشر دروب في المنطقه دي كده، وبعد كده يزيد مره اخرى، وده اللي هو الايه؟ الريال ديستريبيوشن بتاعي. ده لو كان تيربلنت بس، لو كان تيربلنت. لو كان عندي بقى في الموضوع في كافيتيشن، لو في عندي كافيتيشن، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي ان البريشر في المنطقه ده هينزل تحت الايه؟ تحت الفيبر بريشر. اول ما يحصل تحت الفيبر بريشر هنا، يبقى هيتكون على طول بابلز، ويتسبب لي بعد كده ايه؟ لما تطلع الخارج تسبب لي إيه؟ الكافيتيشن. يبقى امتى يحصل كافيتيشن؟ لو كان عندي البريشر دروب اللي بيحصل في الحته المنطقه بتاعت الفينا كونتراكت ده، ان يجي هنا البريشر ينزل الى ما هو اسفل من ايه؟ من الفيبر بريشر بتاع ايه؟ هذا الليكويد. هنشوف بعد كده effect of different geometries of the nozzle holes. طبعا في ممكن نقترع على عدة أشكال من nozzle hole. الشكل الأولاني اللي هو يبقى عبارة عن cylindrical من المدخل للمخرج، عبارة عن أسطواني، وده بنسميه zero k factor. وبعدين عندنا هنا لما يبقى عندي القطر عند المدخل أكبر من عند المخرج، بسميها بوزيتيف كي فاكتور. اذا كان العكس بقى عند الاندت، بيبقى القطر اصغر عند الاندت عن المخرج، فبنسميها نيجاتيف كي فاكتور. يبقى تعريف الكي فاكتور هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن فاكتور بيقيس لي التيبر، او بيقيس لي يعني الكونيسيتي، يقيس التيبر او الايه؟ او الكونيسيتي. بيبقى عباره عن ايه؟ كي فاكتور عباره عن فاي ان ناقص فاي اوت على 10، فاي ان ناقص فاي اوت على 10، حيث فاي ان هي الاند الدايمتر، والفاي اوت هي الاوت للدايمتر، وكل ده مقاس بالايه؟ بالمايكرومتر. يبقى الكي فاكتور هو عباره عن فاكتور بيتقاس من الجيومتري بتاعت النوزل هول، ومعتمدا على القطر الداخلي والقطر الخارجي، القطر الداخلي ناقص القطر الخارجي على ايه؟ على 10 مقاسه بالمايكروم. طبعا لو احنا بصينا على الثلاث حالات دول، هنلاقي عندنا النيجاتيف كي فاكتور، نيجاتيف كي فاكتور ما ينفعش ابدا مع الديزل انجن او ديزل انجكتور. ليه؟ لان ده النيجاتيف كي فاكتور عباره عن ديفيوزر، والديفيوزر هنا معناها انها تخلي لي هنا البريشر اللي هنا طالع اعلى، يعني
السبيد او السرعه او الفيلوسيتي بتاعت الوقود اللي طالع من الرشاشه تقل، وده طبعا على حساب ايه؟ على حساب الاتوميزيشن. يعني هنا النيجاتيف كي فاكتور ما ينفعش مع الديزل انجكتور، لان هو هيبقى عباره عن ديفيوزر، والديفيوزر طبعا البريشر عند المخرج اكبر من المدخل على حساب السرعه، والسرعه تبقى قليله يعني هيقلل لي او هيخلي لي فور اتوميزيشن. لكن بصفه عامه عندنا بالنسبه لي لما اعمل كونيكال هول شكل مخروطي بهذا الشكل اللي هو طبعا بالنسبه لي ديزل انجكتورز بيبقى عباره عن بوزيتيف كي فاكتور، ده عاده بيزود لي البنتريشن. ليه؟ لان الشكل المخروطي ده بيعمل على ايه؟ بيعمل ان يقلل لي من الاريا عند المدخل عن المخرج، العكس بقى الاريا عند المدخل اكبر من عند المخرج، ده بيساعد على انه يقلل لي شويه من الكافيتيشن، يقلل لي شويه من الكافيتيشن. لما تقل الكافيتيشن على طول البنتريشن تزيد. ليه؟ لان الكافيتيشن بتعمل ايه؟ الكافيتيشن بتعمل ديسبيرشن للفلو، يعني بتخلي لي الكون انجل يكبر على حساب ايه؟ على حساب البنتريشن لينس. يبقى على طول هنا هنلاقي ان البوزيتيف كي فاكتور نوزلز عاده بيزود لي ايه؟ البنتريشن على حساب الايه؟ على حساب الكافيتيشن. يبقى لو عايزين نشوف الـ effect of nozzle geometry on penetration lens، يبقى هنشوف أني نوزل منهم هتقلل لي من الكافيتيشن. يعني كل ما قلت الكافيتيشن من النوزل ده هي كل ما كان عندي الايه الـ penetration lens أطول. يعني عندنا الـ cylindrical hole عادة بيبقى فيه كافيتيشن أعلى شوية، لكن الكي نوزل اللي هو الشكل اللي هو المخروطي ده، الشكل المخروطي ده بيخليني بيقلل لي من الكافيتيشن شويه. كل ما تقل الكافيتيشن طبعا كل ما بتزيد الايه البنتريشن. ازاي بقى لما دي بتزيد دي بتقل؟ لان عندنا الكافيتيشن بتعمل ايه؟ بتعمل ديسبيرشن للوقود اللي طالع من انتشار للوقود اللي طالع من الثقب ده، بيعمل لي يبقى تكبر لي من الكون انجل، تكبر لي من الكون انجل، يعني هتعمل لي توزيع جانبي للوقود على حساب الايه البنتريشن لينس، على حساب البنتريشن لينس. لكن ممكن يبقى عندي ديزاين تاني بنسميه الكي نوزل. الكي نوزل دهيا بيبقى معمول فيها راوندنجز ومحسوب كويس قوي التيبر ده او الشكل المخروطي ده شكله ايه، بحيث ان هو يعمل حسابه في الديستريبيوشن بتاع الفلو في داخل هذا الثقب، بحيث ان هو هذا التصميم وهذا الشكل يمنع لي تماما الايه الكافيتيشن. لما يبقى عندي التصميم ده او الجيومتري دي تمنع لي الكافيتيشن تماما بسميها ايه كي اس نوزل، بسميها ايه كي اس نوزل. يبقى هنا عندنا الكي اس نوزل when the cone and the flow geometry are optimized to suppress the cavitation. وبدام ان احنا ايه suppress يعني هنمنع خالص الكافيتيشن، يبقى معنى كده اول ما هنمنع خالص الكافيتيشن يبقى ده في صالح البنتريشن لينس، يعني عندنا ايه بيبتدي يمشي السبراي بتاع الوقود الى مسافات اطول طبعا في حاله ما يبقى في عندنا مفيش كافيتيشن. يبقى the rounding of the inlet at the upper wall of the hole where the reduction of cross sectional area is dependent on the distribution of mass flow and which are designed to completely suppress cavitation. ده بنسميه يبقى الكي اس نوزل. يبقى كي اس نوزل في راوندنج وفي عندنا ريدكشن في الكروس سكشن من المدخل للمخرج، بحيث ان هو هذا الريدكشن معتمد على distribution of mass flow، وده بالتالي ده يعمل لي يشيل تاثير الكافيتيشن تماما، وبالتالي هنا دي بسميها الكي اس ايه نوزل. الاكسبيرمنتس الحقيقه والتجارب الكتيره ورتنا ان احنا the transition from pure turbulent to cavitating nozzle hole flow results in an increase of spray cone angle. يعني التجارب ورت ان احنا لما يبقى عندي turbulent بس في الفلو داخل الثقب بتاع النوزل ده هون، لما يبقى turbulent بس وبعدين يبتدي يبان عندي اي نوع من انواع الكافيتيشن، الكافيتيشن على طول تعمل لي ايه؟ زود لي في ايه؟ increase the spray cone angle، وبالتالي اللي decrease ايه؟
ذا بينتريشن لينز. يبقى هنا حتى التجارب المعمليه بينت هذا الكلام، ان هو الكافيتيشن بالذات بتساعد صحيح على انها تكبر الكون انجل، وده مطلوب الى حد ما، وبرده لكنه بيبقى على حساب الايه البينتريشن لينز. طبعا العوامل اللي هي متضاربه دي بيبقى لازم يبقى في اوبتمايزيشن لها، يعني اعمل اي عامل اخر يساعد على ان انا من غير ما يكون في كافيتيشن اخليه بس فقط تيرمنت، وبالتالي اعمل يبقى البنتيشن لينس اطول، لكن ادور على وسائل اخرى زي الديزاين بتاع كومباشن تشامبر والتيرمنس اللي داخل جواه، بحيث يعمل لي عمليه الديستريبيوشن ايه بطريقه اسهل من وجود الايه الكون انجل الكبير. بعد البرايمري بريك اب اللي هو المين ميكانيزم بتاعه كان عباره عن التيربلنسز والكافيتيشن، بيجي بعد كده الدروبلتس اللي بتنتج بعد كده من البرايمري بريك اب بتتفتت الى قطرات اصغر شويه، طبعا بالفعل اللي هو الايروديناميك فورسز، يعني هنا القطرات الكبيره ده هي اللي هي اتكونت اصلا في الدنس سبراي كون في البرايمري بريك اب، بتبتدي تتفتت الى قطرات صغيره في الفيز اللي بعد كده اللي بنسميه سكندري بريك اب. هنا طبعا ده هذا التفتيت بينتج من الايروديناميك فورسز اللي هي الناتج من الفيلوسيتي ديفرنس او الريلاتيف فيلوسيتي بين الدروبلت وبين الايه وبين الغاز الموجود داخل الكومباشن شامبر. بصفة مستمرة طبعا الدروبلت اللي هي عند التب بتاع السبراي بتتغير، يعني دايما عند التب فيه دروبلت معينة او الدروبلت اللي فوق بتبتدي لما يجي من وراها الدروبلت تانية عندها higher kinetic energy فبتزحها الى الجنب، ويبتدي كمان يتحرك الدروبلت الجديدة الى اعلى او يعني في ناحيه الاتجاه بتاع السبراي اكسس، يكون لي طبعا زياده في انكريز في البينتريشن. طبعا الدروبلتس اللي هي لها لو كاينتيك انرجي دي بتروح فين؟ بتتحرك الى الجناب، ونلاحظ كده اول ما تتحرك الجناب ويجي اللي هي الهاي كاينتيك انرجي بتتحرك قدامها في زياده البينتريشن لينس، هنلاقي هنا نتيجه كده نلاقي ان الويتس بتاع السبراي بيزيد كل ما كل ما زاد البينتريشن لينس. لو بصينا للرسمه دي كده عند بدايه الحقن هنا عند مثلا 150 مايكرو سكند بعد بدايه الحقن، هنبص لها هنا السبراي طالع في شكل اولا كون سوليد كون في الاول خالص، وبعدين بعد كده بيبتدي يمشي يزيد في الاتجاه، يمشي يعني البنتريشن بتزيد، وكل ما بتزيد البنتريشن كل ما بنلاحظ ان العرض بتاع السبراي بتاعي او العرض بتاع الكون بيكبر، لان هنا عندنا الدروبلتس اللي هي عندها كاينتيك انرجي قليله بتتحرك للجناب، والدروبلتس اللي هي عندها كاينتيك انرجي عاليه بتتحرك الى الى اعلى، بيزود لي هنا البنتريشن لينس. دي الصورة دي برضو دي عبارة عن صورة متاخدة في لحظة ما، هنلاحظ فيها هنا عند أي لحظة هتلاقي فيه دايما في أثناء عملية الحقن، يعني هتلاقي فيه دايما في عندك كون هنا سوليد كون اللي هو البرايمري بريك اب، وبعدين هنا بعد كده القطرات دي بتقابل الهواء بتبتدي تتكسر إلى قطرات أصغر شوية، وده اللي هو السكندري بريك اب. طبعا العملية دي عملية متكررة، يعني مش مجرد ما يطلع الوقود مرة واحدة هيحصل برايمري بريك اب وبعدين سكندري بريك اب، لا، اللي هنا بيعمل بريك اب بيطلع شويه، دول بيطلعوا بعد كده بيبقى سكندري بريك اب، بيبقى بعدهم مجموعه ثانيه خارجه من نفس النوزل لحد طبعا ما يخلص كميه الوقود المحقونه خلال هذا الحقنه دي او عمليه الانجكشن عند سرعه معينه وحمل معين. طبعا لو بصينا على السرعات بتاع المختلفه بتاع الدروبلتس المختلفه هنلاقي طبعا ان الماكسيمم فيلوسيتي بتاعتها عند السبراي اكسس، وكل ما بعدنا في الاتجاه الراديال كل ما كانت طبعا السرعه بتاعت القطرات اقل يعني اصغر، بسبب طبعا الانتر اكشن مع الانترند جاز الهواء اللي حوالين السبراي اللي داخل الكومباشن تشامبر. يبقى هنا عندنا
لو احنا رسمنا علاقة كده عند بين السرعات وبين اللي هي في الاتجاه بالنسبة للاكسس، هنلاقيها عند الاكسس اعلى ما يمكن، لكن في الاتجاه الريديال بتقل كل ما بعدنا عن الاكسس بتاعت ايه بتاع السبيل. طبعا هنا العملية بتاعت الحقن في محركات الديزل عملية ماهيش بسيطة أوي، لا فيها بيبقى فيها حاجات معقدة شوية، وتبقى الاحتمالات فيها بتسبب حاجات كتيرة جدا مختلفة. يعني مثلا إن ذا دنس سبراي في الجزء الأولاني اللي هو بيتكون خلال البرايمري بريك أب، هنا في probability كبيرة جدا إن يحصل تصادم بين الإيه؟ بين الدروبلتس، يبقى هنا the probability of droplet collision is high. طبعا التصادم ده بين القطرات المختلفه بيغير لي من السرعه، بيغير لي من السرعه بتاعه الدروبلت، وبيغير لي من السايز بتاعها، بيغير لي من السايز بتاعها كمان. يبقى هنا عندنا في الدنس سبراي البروبابيلتي اوف دروبلت كوليجن هاي، وبالتالي هنا الكوليجن ده ممكن ينتج منه ايه تشينج في الدروبلت فيلوسيتي والايه وتشينج في السايز. طبعا من خلال هذا الكوليجن ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل عندي دروبلت كان بريك اب، يعني ممكن هذا الاصطدام ممكن يحصل له ايه؟ تكسير الى قطرات اصغر، يبقى بريك اب انتو سمولر وانز. لكن في حاجات تانية ممكن تحصل بشكل تاني كمان، ممكن يحصل كومباينيشن، او يعني عندي مجموعة من القطرات ايه بتتجمع مع بعضها وتكون قطرات ايه اكبر، ودي اللي بنسميها دروبلت كوليسنس، يعني او اندماج بتاع ايه بتاعه القطرات. يبقى عشان كده عمليه التكسير بتاع الوقود او التفتيت بتاع الوقود بالنسبه لي الظروف داخل الكومباشن تشامبر والظروف بتاعه الانجكشن سيستم بتبقى مختلفه، في حاجات كتيره جدا ممكن ينتج منها اشكال مختلفه من الدروبلتس، ممكن تتجمع وتكون جوه دروبلت كبيره او تتكسر الى قطرات ايه اصغر. زي ما قلنا البرايمري بريك اب كان المين ميكانيزم بتاعه هو عباره عن الكافيتيشن والتربنس داخل الهول بتاعت الانجكتور، يبقى ده الايه دي الميكانيزم بتاع تكوين الايه البرايمري بريك اب. بعد كده بعد البرايمري بريك اب يبتدي الوقود يقابل بقى الهواء داخل الكومباشن شيمبر، يبقى هنا العوامل الرئيسيه في اللي بتؤثر على بعد كده على الاتوميزيشن او على تكوين القطرات الاصغر في الداون ستريم. ايه العوامل اللي في الداون ستريم اللي اكثر تاثيرا على الاداء بتاع الجت بعد كده؟ هو عباره عن الباوندري كونديشن في الكومباشن شامبر. ايه الباوندري كونديشن؟ اهمها طبعا ان الجاس تمبرشر والدنسيتي بتاعت الغاز والجاس فلو، يعني عندي اي حركه من داخل الكومباشن شامبر سواء كانت سويرل كانت تامبل، اي نوع من انواع الحركه او التيرنسز داخل ايه الكومباشن شامبر. ده كان بالنسبه لي لما بيطلع بعد كده بعد البرايمري بريك اب السكندري بريك اب ايه العوامل اللي بتؤثر في بعد كده الايروديناميك فورسز الناتجه من الكونديشن داخل الكومباشن شامبر اللي بتبتدي بعد كده ايه تعمل السكندري بريك اب اللي هي تكوين ايه القطرات الاصغر من القطرات الاصلا الاكبر اللي هي كانت مكونه خلال البرايمري بريك اب. لكن في عندنا بيبقى في بعض الحالات بيبقى عمليه في ظروف خاصه جدا ممكن يبقى عندي كميه وقود تبتدي تصطدم في الجدار بتاع الكومباشن شامبر، واحنا عارفين ان الجدار بتاع الكومباشن شامبر هو عباره عن بيبقى في التمبرشر بتاعته او درجه حراره بتاعت ايه في الكومباشن شامبر كلها. ايه الحالات ده؟ هي الحاله الاولانيه عندي الفول لود، عند الفول لود بيبقى عادة عندنا الانجكشن بريشر عالي وعندنا الانجكشن ديوريشن برضو طويل، ده بينتج منه عندنا كمية وقود كتيرة، فهنا عملية الحقن هنا بتاخد وقت المقدر لها قليل بالنسبة للسرعة والحمل، فبالتالي هنا بيبقى في احتمال كبير جدا ان جزء من هذا الوقود يوصل الى الجدار ويصطدم بيه، وطبعا هنا الجدار بدام بارد يبقى هنا هيخليه الوقود هنا برضو ايه بارد. ايه الحاله الثانيه اللي ممكن تؤدي لهذا الكلام؟ عندي في حاله الايرلي انجكشن في بدايه الحقن خالص، ده بيبقى عاده الدنستي
داخل الكومباشن شامبر بتبقى واطيه نتيجه ان البريشر طبعا بيبقى واطي، فبيبقى الدنسيتي واطيه. نتيجه كده بيبقى مفيش مقاومه لقطرات الوقود في انها تتحرك بسرعه اكبر وتصل برضو الى الجدار وتخطئ ايه وتخبط فيه مره ثانيه، او يعني تخبط فيه وتكون ايه عباره عن ليكويد وول فيلم. وده طبعا الليكويد وول فيلم ده بيبقى بالنسبه للكومباشن شامبر تمبرشر بيبقى اقلهم في التمبرشر، وده بيسبب احتمال كبير جدا ان هو ما يتبخرش وما يتحرقش. يبقى هنا عندنا نتيجه كده الليكويد وول فيلمز دي عاده بتبقى لها تاثير سيء على الايمجز، لها تاثير سيء على الايمجز، نيجاتيف انفلونس اون انفيجن. ليه؟ لان هنا الوول فيلم ده ما بيتبخرش بسهوله او بيتبخر ببطء جدا، وده طبعا ممكن يسبب لي ايه؟ ممكن يسبب لي عندي انبرند هيدروكربون، او حتى لو اتحرق بارشلي ممكن يسبب لي سي او، ممكن يسبب لي سي او بس ايه؟ ما يبقاش فيه احتراق كامل. بعد كده هندرس تأثير البارامترز المختلفة على البنتريشن لينس اس، وهنتكلم كمان على السبراي كون انجل اللي هي هنسميها فاي، هنشوف ايه هي البارامترز اللي بتأثر عليها. طبعا عشان نعرف تأثير البارامترز المختلفة كتير جدا من العلماء عملوا اكسبيرمنتس وطلعوا العلاقات بتاعة البارامتر دي، مثلا البنتريشن لينس وغيره بيعتمد على ايه. لما نيجي نبص للمجموعة من الامبيريكال فورمز اللي الناس دي عملتها، عايزينكم من فضلكم تبصوا لها كأنها معادلة لازم نفهمها الفيزيكال مينينج اللي فيها، يعني ما بصلهاش على ان هي تكون معادلة حسابية، مثلا A بتساوي B X يبقى لما تزيد X يبقى A بتزيد، لا ما بصلهاش على كده، نبص على ان ليه لما مثلا البارامتر ده زاد البارامتر ده زاد او قل، لازم نفهمها من ناحيه الفيزيكالي ازاي حصل. هو ده اللي انا عايزكم تعملوه، وما تبصلهاش بس على انها معادله حسابيه. يبقى هنتكلم على الاول حاجه بنتريشن لينس، ايه هي البارامتر اللي بتاثر عليه. عشان نشوف الامبيريكال فورمولا المختلفه للبنتريشن لينس هنقسمه الى تو فيز. الفيز الاولانيه اللي هي الفيرست فيز دي بتبتدي من اول الحقن، من اول بدايه الايه؟ من اول ستارت ات ذا بيجيننج اوف انجكشن، يعني ده عندي تي بتساوي صفر. اي تي يعني بتساوي صفر دي يعني عند نيدل بيجينز تو اوبن، يعني تبتدي هنا الابره ايه؟ يا دوبك تفتح بتاعه الرشاش. بعد كده تنتهي امتى؟ تنتهي لما يبتدي يحصل ان الليكويد الجيت اللي طالع من الرشاش يحصل له ديس انتجريشن، يعني يبتدي ايه يتفتت او يتكسر الى قطرات اصغر. يبقى يبتدي من تي بيساوي صفر الى تي بيساوي تي بريك. طيب بعد كده عندنا الفتره دي بيحصل فيها ايه؟ في الفتره دي بيكون عندنا حركه الميدل بتتحرك بتاعه الرشاش، بتبقى حركتها في الاول خالص سمول ليفت، يعني مسافه صغيره جدا. عشان كده بيبقى عندي الفلوريد بيبقى قليل، لو ماس فلوريد، وعندي بدايه الحقن، وعشان كده بيبقى ايه الانجكشن فيلوسيتي، خدوا بالكم انجكشن فيلوسيتي بتبقى ايه قليله. عشان كده في الوقت ده بيبقى تقريبا ما فيش ايه بريك اب، في النقطه الاولانيه خالص او الجزء الاولاني بيبقى تقريبا ما فيش بريك اب. عشان كده المعادله كالاتي، خلال الفترة اللي هي بين 0 و تي بتساوي 0 وتي بتساوي تي بريك، ده بيبقى المعادلة هنا علاقة عبارة عن ايه؟ عبارة عن اس اللي هي ال penetration length بيساوي 93 من 100 مضروبة في 2 دلتا بي على رو ليكويد أس نص في تي. هنا تي طبعا أصغر ايه من التي بريك. نبص المعادلة دي ازاي يا جماعة؟ أول حاجة واضحة كده ان عندي هنا في المرحله الاولانيه دي او الستيج الاولانيه ده بيبقى فيه عباره عن لينير ريليشن بين الايه بين التايم وبين البنتريشن لينس. وهنلاحظ برضو هنا البارامتر ده عباره عن ايه؟ البارامتر ده عباره عن دلتا بي 2 دلتا بي على رو اس نص، يعني جذر. ده عباره عن السرعه، السرعه بتاعه الوقود ايه اللي هي في من خلال النوزل. طبعا البارامتر ده اللي هو عباره عن معامل تصحيح لسرعه الفلو. يبقى هنا في المرحله الاولانيه دهيا بيبقى عندنا في لينير جروس، بيبقى عندي هنا ايه
لينير جروس، يبقى عندي هنا عبارة عن بيتحرك ايه حركة او يعني التغير فيها بيبقى لينير. طبعا البارامترز ناخد بالنا دايما هي اليونتس بتاعتها شكلها ايه، عشان نقدر نستخدم اي معادلة لازم نعرف اليونتس بتاعتها بتساوي ايه. دلتا بي دي هو الديفرنس اوف انجكشن بريشر اند تشامبر بريشر، يعني الانجكشن بريشر اللي هو جاست بيفور اللي هو الفتحه بتاعه الرشاش لحد، والثانيه الناحيه الثانيه تشامبر بريشر او الايه التشارج. الرو ال او رو جي زي ما هيجي لنا بعد كده في المعادله اللي بعد كده، عباره عن ليكويد والجاز دينسيس بالكيلو جرام لكل متر مكعب، وهنا دلتا بي بالباسكال، دلتا بي بتبقى بالباسكال عشان ايه ناخد بالنا دايما من اليونت بتاعتنا، لان احنا لو ما عندناش اليونت صح هتبقى الايه الاجابه بتاعتنا صح او الارقام بتاعتنا صح غلط. يبقى هنا البي ليكويد بتتقاس بايه بي سوري طبعا دي مش بي دي رو اللي هي الكثافه بتاعت الوقود، يبقى بالكيلو جرام لكيلومتر مكعب. والتايم هنا بيقاس بالسكند، والديامتر هنا لما هنشوف بعد كده في الاجزاء اللي جايه بيبقى بيقاس بالايه بالمتر، قاس بالمتر. تاني مرحله في البنتريشن اللي هي لما تبقى تي اكبر من تي بريك. طبعا اللي هنا في المرحله دي بيبقى خلاص بقى حصل عندي السبراي بيتكون عباره عن دروبلتس، يبقى عباره عن دروبلتس يعني يبتدي يتكون عندي قطرات. هنا هنلاقي ان ذا تيب فيلوسيتي از سمولر ذان ديورنج ذا فيرست فيز. ليه بقى؟ لان عندي في الاول خالص في بدايه عمليه الحقن بيكون لسه البريشر داخل الكومبشن تشامبر بيبقى لسه مش عالي، فعشان كده بتبقى سرعه، خدوا بالكم هنا انا بفرق بين ايه بين سرعه الحقن نفسه او الانجكشن فيلوسيتي وبين التيب فيلوسيتي يعني الحرف بتاع اللي هو بتاع السبراي. حرف السبراي ده طبعا بيبقى التيب فيلوسيتي بتاعته بتبقى سمولر في المرحله دي. ليه؟ لان هنا في المرحله الثانيه دي يكون خلاص اوريدي الحقن ابتدى واخد فتره اكبر شويه، وابتدى يحصل عندي ان الضغط داخل الكومبشن تشامبر زاد، فعشان كده التيب فيلوسيتي بتبقى اقل ايه من المرحله الاولانيه. بعد كده طبعا ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ان طول عمليه الحقن عندنا السبراي تيب كونتينيوس تو بينتريت، يعني الحرف بتاعه زي ما نشوف من الشكل ده كده او الشكل اللي احنا شفناه قبل كده، يبتدي الحرف بتاع الحدود بتاعه نفس السبراي تبتدي ايه تخترق الايه الهواء اللي موجود داخل الكومباشن تشامبر. هنا طبعا كل قطره بتطلع وتبتدي تخترق الهواء، بعد كده طبعا اما بتمشي مسافه اطول بتفقد الكاينتيك انرجي بتاعتها، فعشان كده الدروبلتس الجديده اللي بتطلع وراها اللي جايه من وراها على طول يبقى الكاينتيك انرجي بتاعتها بتبقى اعلى، فهي اللي بتطلع لقدام وبتزق الايه الدروبلتس اللي قبل كده اللي هي الكاينتيك انرجي بتاعتها بتزقها ايه على الاجناب. هنا طبعا اثناء عمليه التحرك من القطر تزق القطر الاخرى للجناب وتمشي لقدام، دي بيحصل فيها هاي اكسشينج اوف مومنتم وذ ذا جاس، ده طبعا في هذه الحاله يعني بيحصل تغير بياخد اكسشينج اوف مومنتم بين الجاز وبين القطرات بتاعه الوقود. هنا ذا لونجر ذا بينتريشن لينث ذا سمولر ذا انرجي اوف ذا نيو دروبلت ات ذا تيب، طبعا لان هنا كل ما بيمشي القطرات مسافه اطول او السبراي بيمشي مسافه اطول كل ما كانت الايه الانرجي مع الدروبلتس دي ايه بتبقى ابطا ابطا. يعني هنا هتلاقي في الاول هنا المعدل يمكن يكون هنا لينير شويه، بعدين بعد كده تلاقي المعدل ابطا في السرعه، لان طبعا هنا بيبقى في مقاومه للقطرات اللي ماشي. عشان كده هنلاقي ان العلاقه هنا في هذه الحاله هتبقى بشكل مختلف عن الايه عن الستيج الاولانيه. يبقى هنا هنلاقيها اول حاجه هنلاحظها ان هي معتمده مش على الزمن، لا معتمده على جذر تي اللي هي الجذر بتاع الزمن. يبقى هنا هنلاقي عندنا اس بتساوي 2.95 في دلتا بي على رو جاز اس 0.24، وبعدين معتمدة كمان على جذر بتاع الديامتر بتاع النزل
والايه التنشن. هنا عايزينكم تبصوا على البارامترز دي كويس جدا، على المعادله دي هنا. ليه لما زادت الدايمتر البنتريشن لينس ايه زاد؟ ليه لما الرو جاز زادت الايه البنتريشن لينس ايه قلت؟ وهكذا. لازم ناخد بالنا ليه كل واحده من دول. وده اللي احنا الهدف، مش نبقى انا اقول هنا عندي لما هيزيد رو جاز يبقى يقل اس، ما قلناش ليه. لا، لازم نعرف ليه، لازم ايه نعرف ليه. يبقى كده ممكن طبعا نعرف البنتريشن لينس ده في هذه المرحله بيتحسب ازاي. وهنا بيبقى طالما ان التي اكبر من تي بريك، وتي بريك برضو من اكسبيرمنتالي برضو بيطلعوا لها علاقه ازاي، معتمد على ايه؟ معتمد على الدايمتر بتاعه النوزل، معتمد على الدنسيتي بتاعه الليكويد والدنسيتي بتاعه الهواء او التشارج الموجود، وعلى فرق البريشر بين الاثنين. برضو هنا كل واحده من دول لازم نفهم ليه لما دي زادت دي زادت، او دي لما دي زادت ده، لما ده مثلا زاد. يبقى اجمالا الكلام اللي احنا قلناه عن السبراي بنتريشن، هنلاقي اللي احنا رسمنا العلاقه بين التايم فروم انجكشن بالسكند وبين البنتريشن لينس بالمتر. هنلاقي عندنا المرحله الاولانيه اللي هي الفيرست ستيج، اللي هي بين الزمن بيساوي صفر، اللي هي اول ما الابره تبتدي تفتح لحد الزمن اللي هو تي بريك. في هذه المرحله العلاقه هنا علاقه خطيه، علاقه كده ايه خطيه. يبقى هنا بين تايم زيرو والتايم تي بريك يبقى العلاقه هنا هي عباره عن خطيه مع ايه؟ مع الزمن. بعد كده العلاقه بالبنتريشن مع الزمن بتبقى علاقه تي اس نص، تي اس نص بهذا الشكل زي ما شفناه ايه من المعادله اللي فاتت. ده جينا بعد كده رسمنا هذا الكلام على اللوج سكيل، رسمنا الكلام ده على اللوج سكيل. يبقى هنا عندنا في المرحله الاولانيه بيبقى عندنا اللوج تي مع لوج الزمن يعني مع لوج البنتريشن لينس. هنلاقي الحد اللي هو الزمن اللي هو تي بريك، يبقى عندنا ده اللي هو البنتريشن اللي هو ده اللي هو ال بي دي اللي هو عباره عن البريك اب لينس. عند هذه النقطه من النقطه دي للنقطه دي بدايه اللي هي عمليه الحقن تبقى علاقه ايه لينير. يبقى الاس هنا لها علاقه ايه خطية مع الزمن. أما بعد كده لما بتعدي في المرحلة الثانية بيبقى العلاقة إيه؟ مع جاز تي. يبقى من المعادلات اللي فاتت دي نقدر نعرف الـ effect of different parameters on the penetration lens. أول parameter هو الـ injection pressure. Injection pressure. لما بيزيد الـ injection pressure بيحصل إيه؟ بيزود لي البنتريشن، يعني البنتريشن لينس ايه بيزيد. ده طبعا بسبب ايه؟ البنتريشن الانجكشن بريشر كل ما بيزيد ايه اللي بيحصل؟ عندنا بيبقى الانجكشن فيلوسيتي، السرعه اللي طالعه بيها القطرات الوقود من الفتحه بتاعت الرشاش هنا بتبقى عاليه. وكل ما زادت طبعا السرعه بتبقى ايه؟ بتخلي الانرجيا بتاعت بتبقى الانرشا بتاعت قطرات الوقود ايه اكبر، وبالتالي هنا بتمشي مسافه اكثر. يبقى زياده الانجكشن بريشر يخلي للبنتريشن ايه اكبر، لان هو يعني عشان يحصل بنتريشن انا محتاج القطرات تمشي مسافه اطول. يعني معنى كده ان عايز الانرشا بتاعتها تزيد. يعني الانرشا بتاعتها بتزيد يعني هيبقى حاجه من الاثنين، او واحد او الاثنين مع بعض، السرعه تزيد بتاعت القطره مع نفس الكتله، او الكتله تزيد بتاعه الايه بتاعه القطره، او الاثنين مع بعض، السرعه والكتله الاثنين ايه يزيدوا مع بعض. تاني بارامتر هو الجاز دينستي، ده عامل مهم جدا. جاز دينستي عامل مهم جدا، كل ما بيزيد بيقلل لي البنتريشن. ليه؟ لان هنا المقاومه بتاعه الهواء للقطرات هتبقى اكبر، يعني الايروديناميك ريزيستنس هتبقى اعلى، فبالتالي هنا هتقلل لي من ايه من سرعه تقدم السبراي تيب، فبالتالي هنا ايه بتقلل لي من البنتريشن. ثالث بارامتر هو النوزل دايمتر. النوزل دايمتر كل ما بيزيد بيزود لي ايه؟ طبعا بيزود لي البنتريشن. ليه؟ لان طبعا هنا لما النوزل دايمتر بيزيد عندي القطرات نفسها بتزيد، القطرات بتاعت الايه
الوقود بتكبر بتكبر، فبالتالي المومنتم بتاعها بيزيد، وبالتالي هنا ايه طبعا بيبقى ده يزود لي البنتريشن لينس. في الابحاث دايما ممكن في واحد باحث معين يبتدي مش بس ياخد البارامترز اللي خدها اللي قبل منه، لا ممكن يحط ايه عامل اخر. فمن ضمن الامبيريكال فورمز المختلفه للبنتريشن لينس هنلاقي في بعض المعادلات بيبقى فيها كمان ايه تاثير التمبرشر بتاعه الغاز، يعني مش بس بتاع مثلا الدنسيتي بتاعته، لا كمان ايه التمبرشر. يبقى هنا اهم حاجه في اي واحده من المعادلات دي لازم ناخد بالنا كويس جدا من اليونتس، لازم ابص هنا اليونتس اللي مستخدمه هنا، واي معادله من دول هتعطى لك، مفيش حاجه حفظ في المعادلات دي خالص يا جماعه او الامبيريكال فورمولا دي، دايما الامبيريكال فورمولا بتعطى وبيعطى معاها كمان ايه اليونتس بتاعت كل ايه كل فاريبل فيها. هنا طبعا وجد هنا مع واضح من هنا من العلاقه هنا ان التمبرشر كل ما بيزيد كل ما ايه ما بيخلي لي البنتريشن لينس ايه بيقل. هنا طبعا يبقى هنا دي اللي خد في اعتباره التي جاز، ده طبعا بيخلي كل الغاز ما بيزيد كل شورتن ذا بنتريشن. ليه؟ طبعا انت بتحقن في هوت كومباشن شامبر. بقى بسبب ايه يا ترى؟ why does the gas increase shorten the penetration؟ اول حاجه ان عندنا because high temperature increases the rate of evaporation and lessens the droplet size and the momentum. يبقى هنا طبعا ده التاثير اللي هو السبب ان هو بيخلي لي التمبرشر ما بتعلى بيبقى الايفابوريشن اكتر، يبقى القطرات نفسها الايه القطر بتاعها ايه بيقل، فعشان كده بيبقى المومنتم بتاعها قليل والسايز بتاعها والمومنتم قليل. كمان عندنا ممكن يبقى في تسهيل تاني كده سريع، بيكوز انجكشن اوكيز ات ابروكسيميتلي كونستانت فوليوم، يعني في الحته القريبه قوي من الايه من التوب ديد سنتر، عشان كده بيبقى زياده التمبرشر بتزود لي البريشر وبتزود لي كمان الدنسيتي بتاعت الايه الهواء، يبقى الهواء لما الدنسيتي بتاعته بتزيد كمان ايه يعني طبعا الايفكت بتاع الريزيستنس بيزيد، فبالتالي هنا ايه البنتريشن لينس بيقل. يبقى عشان نشوف الايفكت اوف تشارج دنسيتي والانجكشن بريشر اون ذا بنتريشن لينس، هنيجي هنا نرسم العلاقه بين البنتريشن بالمليمتر وبين اللي هو التايم بالمايكرو سكند ابتداء ايه من بدايه الايه الحقن. هنا هنلاقي في مجموعه من التجارب، التجربه الاولى ايه عباره عن ضغط الحقن كان 1000 بار وكان ضغط بتاع التشارج يعني كان 5 بار، وهنا طبعا التجربه معموله بنيتروجين مش معموله بهواء، يعني التجربه معموله ايه بنيتروجين. تاني تجربه حافظ على الانجكشن بريشر 1000 بار لكن خلى الايه التشارج بريشر يزيد، بدل ما كان 5 بقى ايه بقى 20 بار. التجربه الثالثه خلى هنا التشارج بريشر 5 بار زي ما هي زي الحاله الاولانيه ايه، لكن خلى الانجكشن بريشر عباره عن 500 يعني نص الايه الانجكشن بريشر الاولاني. هناخد الاول علاقه بين ايه وبي، اللي هو عندي نفس ضغط الحقن نفس ضغط الحقن A 1000 و1000 لكن عندي هنا في الـ A بيكون الـ Charge Pressure 5 لكن في B الـ Charge Pressure إيه 20. فهنا مع الرسمة دي كده هنلاقي هنا لو كان عندي الـ Charge Pressure 5 اللي هو الشكل A ده هو الشكل A، هنا هنلاقي طبعا هنا هنلاقي طالما إن الـ إن الـ Charge Pressure كان قليل فهنا هيبقى السرعة بتاعة الانجكشن هتبقى أطول أسرع، يعني الانجكشن سبيد بتبقى أكثر. لكن بمجرد ما في الحالة بي اللي بيبقى فيها التشارج بريشر هيبقى أعلى شوية، هنبص نلاقي هنا إيه سرعة البنتريشن أو البنتريشن سبيد هتبقى إيه قليلة. ده نلاحظه من إيه؟ هنا في الحالة إيه؟ عشان توصل إلى المسافة اللي هي 6 ملم كان خد هذا الزمن اللي هو ايه حاجه و30 مايكرو سكند، لكن في الحاله بي اللي فيها التشارج بريشر اعلى عشان يوصل لنفس المسافه ده هي اللي هي 6 هياخد ايه زمن اطول اللي هو حاجه و40 ايه مايكرو سكند.
يبقى كده العلاقه مع زياده اول حاجه بان كده مع زياده التشارج بريشر الايه السرعه بتاعه البنتريشن او البنتريشن سبيد ايه بتقل. طيب نيجي بقى ناخد ايه العلاقه بين الاي والسي. الاي والسي ايه العلاقه بينهم؟ عندنا كان التشارج بريشر هو هو 5 بار 5 بار، لكن هنا في الاي كان الانجكشن بريشر 1000، لكن هنا في سي الانجكشن بريشر 500. يبقى هنا هنلاحظ برضو نفس الكلام بالنسبه للحاله اللي هي سي اللي هي فيها اي وسي الاثنين التشارج بريشر هو هو، لكن ايه اللي اختلف؟ عندي الانجكشن بريشر. هنا الانجكشن بريشر لما قل قوي، الانجكشن بريشر لما قل ايه اللي هيحصل؟ هيبقى البنتريشن سبيد هتقل قوي وتاخد وقت اطول بكتير انها ايه عشان توصل لنفس الايه المسافه اللي هي 6 ملم. يبقى من هذا الكلام نقدر نقول increase the ambient density reduces penetration speed ولور انجكشن بريشر يديوس بنتريشن ايه سبيد. الشكل ده يا جماعه ناخد بالنا منه كويس ولما نرسمه صح، والعلاقات دي ايه نبقى فاهمين ليه زي ما قلنا التفسير في السلايدز اللي فاتت. برضو في الكيرف ده هندرس تاثير سبراي اكسل فيروس ازاي ايه بيتاثر بايه. بيتاثر جامد جدا بالامبيانت دينستي، يعني بيتاثر يعني بالبريشر بتاع التشارج. لو رسمنا هذه العلاقه بين سبراي اكسل فيلوسيتي بالمتر بير سكند وبين الاي اكس، الاكس دي اللي هي عباره عن ايه ديستنس فروم ذا نوزل اكزيت، هنلاحظ هنا ايه زي ما قلنا في السلايدز اللي فاتت. هنا كل ما السبراي بيمشي مسافه اطول بعيدا عن النوزل فتحه النوزل، يعني كل ما بتبقى سرعته اقل. ليه قلنا؟ لان هنا كل ما بيمشي مسافه اطول كل ما ايه ما بيقابله بتاع ريزيستنس اكتر او ايروديناميك ريزيستنس تكتر، وبالتالي هنا ايه عشان كده بتبقى السرعه بتقل كل ما ايه كل ما المسافه بعدت عن الايه عن الفتحه بتاعه الرشاش. وده لاحظناه حتى في المرحله اللي هي في الكيرف اللي هو في المرحله اللي هي سكند ستيج بتاعه الحساب، لما يبقى البنتريشن بتتناسب مع ايه مع جاز لتي مع جاز لتي. يبقى هنا عندنا هنا السرعه هنا بتتناقص بشكل واضح جدا كل ما ايه ما بعدنا عن الايه عن الفتحه بتاعه الرشاش. كمان تاثير الدينستي، كمان تاثير الدينستي مهم جدا. يعني هنا لما نشوف في لو كان عندي الضغط هنا 5 بار غير لما كان 20، كل ما بيزيد اللي هي الضغط بتاع التشارج بريشر كل ما كان عندي هنا ايه الدنسي بتاعه الغاز اللي هي الضغط بتاع الغاز بيزيد، يبقى بالتالي هنا هنلاقي هنا مقاومته اكتر. فعشان كده هنلاقي ان السرعه هنا مع الدنسي العاليه ما بتقل بمعدل اسرع من ايه من الحاله اللي فيها الدنسي ما هياش عالي قوي، يعني هي عند الخمسه بار. يبقى من هنا نقدر نقول ان spray moves more slowly as distance from the nozzle increase. قلنا ليه؟ ان هو طبعا نتيجه المقاومه reduction in spray velocity due to aerodynamic interactions، يعني طبعا بسبب الايه الريزيستنس بتاعه الايه بتاعه الهواء. الشكل طبعا زي ما بان كده difference in the two curves suggests that aerodynamic interaction slow the spray down more quickly with axial distance from a at the higher ambient density. يبقى هنا كل ما بتزيد الدنسي كل ما عندنا ايه بتقل ايه بيأثر جامد على السرعه بتاعه الايه التب او السبراي تب فيلوستي. يبقى عشان عمليه الديستريبيوشن اللي بتتم في الوقود داخل الكومباشن شامبر يا جماعه بيبقى معتمد على حاجتين. نمره واحد هو ان يبقى عندي السبراي ده يقدر يمشي مسافه اطول ويوزع الوقود في داخل الكومباشن شامبر. يبقى العامل الاولاني المهم هو زي ما اتكلمنا عليه قبل كده هو السبراي بنتريشن لينث اللي هو اس. كمان عندنا القيمه بتاعه السبراي كون انجل فاي، دي القيمه ده هي كل ما بيزيد كل ما بيزيد ده الزاويه دهيا كل ما كان التوزيع في الاتجاه الراديال اكثر. ده طبعا يساعد على ان يبقى التوزيع
مش بس في الاتجاه الاكسل بالنسبه للثقب بتاع الرشاش، لكن كمان بيبقى في اتجاه الراديال، يعني بالتالي بيغطي فوليوم اكبر من داخل الكومباشن شامبر. يبقى هنا الديستريبيوشن بيعتمد على الحاجتين، مش بس نعتمد على ان هو يبقى في عندي بنتريشن بس لوحدها، لا لازم كمان هنا ايه الكون انجل تكون مناسبه بحيث ان هي توزع لي الوقود في الاتجاه الجانبي كمان. تاني بارامتر هو السبراي كون انجل اللي هو بيحصل منه ديسبرشن. زي ما عرفنا كده ان البنتريشن بتخلي مقدمه السبراي بيمشي في الاتجاه الاكسيال، لكن السبراي كون انجل كل ما تكبر كل ما كان التوزيع في الاتجاه الراديال، يعني البنتريشن بتعمل توزع في الاتجاه الاكسيال بالنسبه يعني الاكسس بتاع الثقب بتاع الرشاش، لكن السبراي كون انجل كل ما بتزيد كل ما بتزود لي التشتت او توزيع الوقود في الجانبين. طبعا برضو في امبيريكال فورمولا هنا للسبراي كون انجل اللي هي فاي. العلاقه هنا بتبقى معتمده على ايه؟ نسبه اولا الطول بتاع الثقب اللي هو النوزل هول بالنسبه للديامتر بتاعها، وبرضو النسبه بين الديامتر بتاع النوزل هول والديامتر بتاع الساك فوليوم، وبعدين الرو جاز او الدنسي بتاعت الهواء اللي موجود او الخليط اللي موجود داخل كومباشن شيمبر بالنسبه ايه للدنسي بتاعت الليكويد. طبعا هنا الفاي هنا ممكن طبعا ما نحطش حتى يونتس الحاجات دي لانها كلها عباره عن ريشوز، ده ريشو بنفس الريشو بنفس اليونت، مش مهم ان انا اقول ان ده متر ولا غيره. اول بارامتر اللي هو ال على دي، ال على دي طول اللي هو بتاع الثقب بالنسبه للديامتر بتاع الثقب. القيمه ده هي دي طبعا دي ماينس 0.22، ده في يعني لو حطيناها في المقام كده القيم الصغيره بتاعتها سمول ال على دي هتخلي لي السبريكون انجل اكبر. ليه؟ لما يبقى عندي طول الثقب بالنسبه للديامتر صغير، هنا احتمال كبير جدا بعد الفينا كونتراكتور اللي بيحصل فيها دروب كبير في البريشر، ممكن هو ماشي الفلو في بقيه الثقب نفسه او الطول بتاع الثقب ممكن يحصل كولابس للبابلز دهيا ويحصل الكافيتيشن داخل الثقب نفسه. لكن كل ما كان الطول بتاع الثقب قليل بالنسبه للديامتر كل ما كان خلى فيه احتمال اكتر ان الكافيتيشن دي تحصل بره الثقب بتاع او النوزل هول خالص، فبالتالي ده يعمل طبعا ايه يحرك لي الوقود بالنسبه للهواء حركه يعمل فيه ديستربنس عاليه وتسبب لي طبعا ايه انها تزود لي السبراي كون انجل. بعد كده البارامتر الاخر هو القيمه بتاعه الديامتر بتاع النوزل بالنسبه للديامتر بتاعه الايه بتاعه الساك فوليوم. يبقى هنا ده كده النسبه بين الديامتر بتاع النوزل على الديامتر بتاع ايه الساك فوليوم. القيمه لما تكبر القيمه بتاعه دي على دي، دي على دي اس، دي على طول ايه بتعمل ايه ريدكشن في الافكتيف فروسكشن اريا عند الانترنس، يعني هتخلي لي ايه الفينا كونتراكت اصغر، وده طبعا هيساعد على طول ان هو يقلل لي من الستاتيك بريشر عند النقطه دي، وده طبعا يساعدني على الكافيتيشن، يساعد ان ايه يحصل الكافيتيشن. يبقى هنا القيم الكبرى اللي هي دي على دي، دي بتاع الديامتر بتاع الثقب نفسه على الديامتر بتاع الساك فوليوم، ده طبعا ايه القيمه الاكبر، ده بيساعد على الايه كروسكشنال اريا بتاعه الانترنس اللي هي الفينا كونتراكت بتقل ويبقى تسبب ايه حدوث الكافيتيشن. ممكن نفهمها كمان بطريقه اخرى، فور ذا سيم فور ذا سيم نوزل دايمتر، يعني لو انا ثبتت كده النوزل دايمتر ذا ديكريز ان ذا ساك دايمتر، لو انا قللت الساك دايمتر يعني بقلل يعني بزود القيمه بتاعه دي على دي على دي اس ذا فورورد فيلوسيتي ويتش ان تيرن ميكس ات هارد فور ذا ستريم لاين تو تشينج direction causing smaller vena contractor. يعني هنا كل ما ده القيمه بتاعت لنفس ال سيم نوزل دايمتر، لو انا قللت الدايمتر بتاع الدايمتر بتاع الساك فوليوم ده يسبب ايه هيخلي يبقى
صعب جدا على ستريم لاينز ان هي تغير الدايركشن بتاعها، وده طبعا يساعد على ان الدينا كونتراكت تبقى اقل، يبقى هنا الحدوث الكافيتيشن اسهل او ايه اسهل من هذا الكلام. الناحيه الثانيه ان انا لو عندي اذا كان ساك فوليوم كونستنت والنوزل دايمتر هي اللي بتزيد، برضه النوزل دايمتر لما بتزيد هتخلي ايه؟ هتخلي هنا ويل ديكريز ذا فيلوسيتي اللي هي ويل ديكريز اند ذا جاز بريشر كان مور بوش ذا دروبلت. يعني هنا السرعه اللي طالعه من الثقب بتاع الرشاش هتبقى اقل. لما تقل ايه اللي هيحصل؟ هيبقى المقاومه لها من ضغط الغازات اللي موجود داخل الكومباشن شامبر اكتر، وده يساعد طبعا على ان ايه؟ يشتت الدروبلتس او يكسرها ويزود لي الايه؟ الكون انجل. بعد كده the most important influence parameter هو density ratio. يعني لو رجعنا تاني بصينا على المعادلة هنلاقي هنا ان رو جاز على رو ليكويد 0.26 هو الاكثر ايه العامل الاكثر ايه تسبب في حدوث الايه الزيادة في السبراي كون انجل. ده طبعا بسبب ايه؟ ان طبعا كل ما بزيد الدنسي بتاع الغاز كل ما بزيد الرو جاز كل ما بزيد الروجاز كل ما بزيد الايه الايروديناميك ريزيستنس. يعني بمعنى صح ان هنا ايه بيقابل خطرات الوقود بضغط اعلى او بفورسز اعلى، فبالتالي بيشتتها اسرع، فبالتالي ده بيزود لي ايه الكون انجل. يبقى البارامتر اللي هو نسبه الروجاز على رو ليكويد ده اكثر تاثيرا في ان هو ايه كل ما بزيد الروجاز بالنسبه للرو ليكويد كل ما بيزود لي ايه من الفاي اللي هي الكون انجل. اي متغير يا جماعه عايزين ندرسه بشكل جيد، كل ما انا دخلت بارامترز اكتر في عمليه الحساب بتاعه يعني اكسبيرمنتالي او حتى ثيوريتيكالي، كل ما كانت الدقه بتاعه الفورمولا اللي انا بحصل عليها ما كانت ايه اكثر دقه. عشان كده الناس الريسيرشرز طبعا وجدوا ان احنا عشان نعمل كوانتيتيف ديسكريبشن للبريك اب بروسيس بشكل جيد هنا احسن حاجه ان احنا ندخل بعض البارامترز اللي هي بتعبر عن هذا البروسيس اللي هو عمليه مثلا الديسانتجريشن بتاعه القطرات بتاعه الوقود. احسن حاجه بيعبر عنها هو الايه الويبر نمبر. الويبر نمبر الويبر نمبر عباره عن ايه؟ الويبر نمبر عباره عن يو سكوير دي رو ليكويد على ايه على سيجما، حيث طبعا اللي هي عندنا سيجما هي السيرفس تنشن as a liquid gas interface و رو ال هي density of liquid واليو اللي هي الجيت velocity والدي اللي هي the nozzle hole diameter. يبقى الويبر نمبر هو من البارامتر اللي بيساعدني ان انا افهم كويس جدا ازاي بيحصل بريك اب بروسيس بتاعتي وبيحصل ازاي disintegration للليكويد. الفورمولا دي هي بتستخدم حاجتين، الفورمولا اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده هتستخدم حاجتين، اولا اللي هو الويبر نمبر، والويبر نمبر زي ما قلنا قبل كده هو عباره عن بارامتر بيعتمد على السرعه بتاعه الجيت يو سكوير والديامتر بتاع النوزل والرو بتاعه الليكويد والسيجما اللي هي ايه السيلف استنشن. يبقى بمعنى صح الويبر نمبر هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ريشيو بين الايروديناميك فورسز والايه والسيلف استنشن فورسز. يبقى الويبر نمبر بيعبر عن ايه الايروديناميك فورسز او الديناميك بريشر يعني وعلى الايه على السيلف استنشن فورس. طبعا ده من الدراسه وجد ان الويبر نمبر ده بيساعد كتير جدا ان احنا نفهم السيم فيلمز فلو ازاي بنقدر لما يطلع عندي الوقود من الرشاش ده ازاي بيحصل فيه دروبلز دي تتحول الى بابلز في عمليه الايه الكافيتيشن. البارامترز الاخر اللي بياخد في الاعتبار هو الرينولدز نمبر. الرينولدز نمبر زي ما احنا عارفين رو في ال على ميو، حيث طبعا ايه رو البي السرعه برضو وال ال اللي هي الكاركترستيك لينس والايه ميو اللي هي الفيسكوستي. يبقى هنا عندنا الرينولدز نمبر عاده هو بيمثل الانيرشيا فورسز او الدراج فورسز على الفيسكوس فورسز. يبقى لما اخدهم في اعتبار الاثنين الويبر نمبر و الرينولدز نمبر في معادله اللي هي بتاعه الامبيريكال فورمولا، يبقى هنا هيبقى دخلنا بارامترز اخرى اللي هي الفيسكوستي ودخلنا ايه السيرفس تنشن.
شكل المعادلة بقى. شكل المعادلة بتاعتنا اللي هي تان فاي على 2 بيساوي 4 باي على A رو جاز على رو ليكويد أس نص في فانكشن جاما. هنشوف الأول، أول بارامتر وضع عندنا إن هو من البارامتر اللي اتكلمنا عليه قبل كده هي رو جاز على رو ليكويد. تاني بارامتر هو الـ A، الـ A ده هي عبارة عن فانكشن في A في L على D، يعني نفس البارامتر طول برضو الهول بالنسبة للديامتر بتاعه، يعني بتساوي 3 زائد 0.28 L على D. بعد كده عندنا البارامتر الثالث اللي هو الفانكشن في جاما. فانكشن في جاما ده جاما تعريفها إيه؟ هي عبارة عن الينيال نمبر على الويبر نمبر سكوير في رو ليكويد على رو جاز. طبعا بمعرفتنا كمان ايه شكل الويبر نمبر ايه، يو سكوير دي رو الليكويد على سيجما، والينيال نمبر يو دي رو على ميو. هنا طبعا الفانكشن دي عبارة عن جاز 3 على 6 1 ناقص اكسبوننت ناقص ايه 10 جاما. يبقى هنا بس بنعرفنا لازم عشان ما نغلطش في الوحدات، عندنا الينيال نمبر والويبر نمبر، وعندنا ده السيلف اكستنشن اللي بقى عارفين اليونتس بتاعت كل واحده من دول، والرو دينستي بتاعت الليكويد، والديناميك فيسكوستي، والنوزل هول، وكل الحاجات دي ايه بالال اس اي يونتس، الاس اي يونتس. يبقى لو اخذنا العلاقه دي اللي هي بتاعت الانجل تان فاي على 2 بيساوي 4 باي على ايه رو جاز على رو ليكويد أس نص إيه في الفانكشن أوف جاما. جاما ده هي إحنا الحقيقة بنسميها التيلورز نمبر. يبقى جاما هي التيلورز نمبر اللي هو بيساوي الرو ليكويد على رو جاز في رينو نمبر على ويبر نمبر سكوير. لو خدنا هذه العلاقة وجينا فصلنا الفانكشن ده هي فانكشن أوف جاما ده هي في ناحية، وبقيه المتغيرات في الناحيه الثانيه، يعني خلينا الفانكشن هنا اللي هي في الجاما ده هي اللي هي تيلورز نمبر في المحور الافقي هنا كده اللي هي جاما فانكشن اوف جاما، وبعدين عندنا القيمه بتاعت المتغيرات الاخرى في الناحيه الثانيه اللي هي تبقى عباره عن اي تان فاي على 2 رو جاز على رو ليكويد اس ناقص نص على 4 باي. يبقى انا خدت بس ايه الفانكشن ده هي حطيتها ايه في ناحيه. هنلاحظ من هنا ان كل ما بتزيد القيمه بتاعه تيلورز نمبر اللي هي جاما، يعني كل ما بتزيد قيمه جاما كل ما عندي الفانكشن دي بتزيد، كل فانكشن دي بتاعه جاما دي بتزيد لحد ما يبقى عندي قيم مثلا نفرض عندي حوالي 100 تقريبا، مثلا لو كانت الجاما دي بتساوي 100 هنلاقي عندنا القيمه ده هي لو بصينا الفانكشن نفسها بتساوي جاز 3 على 6 واحد ناقص اكسبوننت ناقص 10 جاما. كل ما بتزيد قيمه جاما دهي لو زادت عن 100 هنبص نلاقي البارامتر ده صغير جدا بالنسبه لواحد، الرقم ده صغير جدا بالنسبه لواحد. يبقى هنا عند هذه القيم اللي هي اعلى من الجاما او تيلر نمبر اعلى من 100 بنلاقي كل القيم تقريبا بتاع الفانكشن اللي هنا دي كلها كده بتساوي تقريبا ايه بتثبت عندي جاز 6 جاز 3 على 6 جاز 3 على 6. ده طبعا بيبقى ده اقرب للتطبيق مع اللي هو الديزل انجن، لان بالذات في الديزل انجن بيبقى عندنا القيم عاده بتاعه جاما بتبقى اعلى من 100، عشان كده بيبقى فور فيري هاي فاليوز اوف جاما اللي هي فور فاليوز اوف اكبر من 100 از ان ذا ديزل سبراي ويز هاي انجكشن بريشر، هنا بتبقى الانيرشا فورسز هاي، وبالتالي هنا عند دايما ممكن اخد للديزل انجن او الانجكشن يعني في الديزل انجن دايما هذه الفانكشن الفانكشن دي بتساوي جاز 3 على 6. تاني جزء من السبراي كاركترستكس هي الميكروسكوبيك كاركترستكس، وهنا اللي احنا هنتكلم عليه هو الدروبلت سايز ديستريبيوشن. يعني في ظروف معينة يا ترى تحت ظروف معينة مثلا من انجكشن بريشر الخواص بتاعة الديامتر مثلا بتاع النوزل اي بارامتر اخر بتؤثر على ازاي بتتكون الدروبلت، يعني ما صح ان يهمنا نعرف قد ايه يحصل degree of atomization، يعني ازاي
عملية التزليل بتاع الوقود ازاي بتتم، وايه العوامل الايه اللي بتع... إيه اللي بتأثر فيها. يعني مثلا لما يبقى عندنا نعمل احصائية كده، عملية احصائية ل مثلا لتركيب حقنة معينة، هنلاقيها ان هي عند ضغط معين، هنلاقيها لو رسمنا العلاقة بين الجروب مين دايمتر بالميكرون وبين بيرسنتج باي فوليوم ان ايتش جروب، هلاقي مثلا عند الضغوط العالية، يعني هنا ده الاتجاه ده في انجكشن بريشر انكريزنج، عند الضغوط العالية النسبة بتاعة القطرات الأصغر في الديامتر أكبر، وكل ما البريشر يقل كل ما كان عندي هنا إيه الأقطار اللي هي اللي بتاعة الدروبلت كل ما كانت إيه أكبر، وهكذا. لما بيقل أول البريشر بيبقى معظم الوقود بيبقى الأقطار بتاعته إيه عند إيه الدروبلت سايز كبيرة أوي. يبقى هنا عملية الدروبلت سايز ديستريبيوشن لازم ندور على طريقة ازاي نقيمها. التقييم بتاع الدروب سايز ده بيبقى عن طريق البارامتر اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو سميناه ساوتر مين دايمتر. يبقى ذا سكسس اوف بري بريك اب او الاتوميزيشن يعني از كاركترايزد باي ذا ساوتر مين دايمتر اللي هو اس ام دي. ايه تعريفه بقى الساوتر مين دايمتر؟ هو ذا ساوتر مين دايمتر از ذا دايمتر اوف ا موديل دروب، هنسميها يعني او حط لها suffix او index m whose volume to surface area ratio whose volume to surface area ratio is equal to the ratio of the sum of all droplet volumes in the spray to the sum of all droplet surface area A. يبقى هنا ال southern mean diameter عبارة عن diameter تخيلي يعني او diameter المتوسط بتاع الدروب الدهين، وبحيث ان ايه يبقى دايما الفوليوم تو سيرفيس اريا بتاعته هي بتساوي ايه مجموع الفوليومز بتاع الدروبلتس على مجموع الايه السيرفيس اريا بتاعت ايه بتاعت الدروبلتس المختلفه. يبقى هنا هنفهم من الساوتر مين دايمتر ده يا جماعه ان هو كل ما كان الساوتر مين دايمتر ده صغير، يعني الفوليوم تو سيرفيس اريا صغير، يعني السيرفس تو فوليوم السيرفس اريا تو فوليوم اكبر. يعني كل ما صغر الساوتر مين دايمتر كل ما كان السيرفس اكبر بالنسبه للفوليوم، وده معناه ايه؟ ان عندي هنا يبقى نفس الفوليوم معين لكن السيرفس اريا بتاعته اكبر، السيرفس اريا الخارجيه بتاعت القطر يعني اكبر. ده طبعا هيخلي معدل التبخر هيبقى اسرع وعمليه الايه ميكسنج مع الهواء هتبقى احسن. يبقى طبعا كل ما صغر الساوتر مين دايمتر كل ما كان الايه الفوليوم تو سيرفيس اريا اصغر، كل ما كانت السيرفيس اريا تو فوليوم اكبر. يبقى عشان نقيم الساوتر مين دايمتر بنقول ان هو نطلع الاول الفوليوم الفوليوم تو اريا ريشيو بتاعته، فوليوم بتاعت الدروبلت اللي هي ريبريزنتيف دروبلت دي اللي هي عبارة عن الفوليوم بتاعها باي على 6 في ساوتر مين دايمتر كيوب على السيرفس اريا بتاعها باي ساوتر مين دايمتر سكوير، يعني بيساوي ساوتر مين دايمتر على 6. ونيجي بقى ده هنساويه بايه؟ هنساويه بمجموع الفوليومز على الاريا السيرفس اريا بتاعت ايه الدروبلتس المختلفة. يعني هنا عبارة عن دي على ايه بتاعت السبراي، عبارة عن مجموع ايه الفوليومز من اي بتساوي 1 ل ان عدد على حسب عدد القطرات في الديامتر بتاع كل قطره من دول كيوب على 6، طبعا نفس الشكل اللي هو ساوتر مين ديامتر على 6. يبقى هنا على 6 برضو من اي على حسب عدد القطرات من 1 الى ان وكل قطره الديامتر بتاعها. اجي بقى اساوي ده اللي هو ساوتر مين ديامتر على 6 على مع ايه مع الكلام ده، يبقى من هنا بطلع ايه هو الساوتر مين دايمتر بيساوي السيجما اي بتساوي 1 لان عدد القطرات يعني في الدايمتر بتاع كل قطره كيوب على السيرفس اريا بتاعتها من اي بتساوي 1 لحد ان في الدايمتر بتاع كل قطره سكوير. يبقى من هنا قدرنا نوجد ايه القيمه بتاعت الساوتر مين دايمتر تعني ايه.
يبقى كل ما كان الساوتر مين ديامتر اصغر، ذا سمولر ذا ساوتر مين ديامتر، ده معناها ان السيرفيس اريا بير يونت فوليوم هتكبر. يعني نفس الفوليوم بتاع الوقود الاريا بتاعته السيرفيس اريا هتبقى اكبر. يبقى كل ما الاريا هتكبر كل ما كان ايه في ايفكتيف ايفابوريشن، وكل ما كان الميكسر فورميشن احسن طبعا، لان هنا الايفابوريشن اسهل. وده طبعا مقياس لايه؟ جوده الايه؟ الاتوميزيشن، جوده الاتوميزيشن. الساوتر مين ديامتر صحيح بيعرفني قد ايه الاتوميزيشن احسن، لكن ما بيدينيش الحقيقه اي معلومات عن الدروب سايد ديستريبيوشن. يعني ما بيقوليش قد ايه في السبراي ده، هو في قد ايه مثلا 5 ميكرون عددهم قد ايه، برسنتج بتاعهم بالنسبه للقطرات الاخرى قد ايه، 10 ميكرون قد ايه، 50 ميكرون وهكذا. ما بيدينيش ايه اي معلومات عنه. لكن ممكن اكسبيرمنتالي طبعا باستخدام الاجهزه المختلفه ممكن ان انا ايه اعمل ايه تقييم للدروبلت سايز ديستريبيوشن. الساوتر مين ديامتر برضه ليها عده امبيريكال فورمال ليه ممكن نستخدمها. من ضمنها الفورمال دي الحقيقه دي فيها ميزه انها كلها القيم فيها نورماليزد، يعني ما تغلطش في اليونتس طالما ان انت مستخدم نفس اليونت. يبقى الساوتر مين ديامتر على الديامتر بتاع النوزل بيساوي 0.38 لين نمبر اس 0.25 ويبر نمبر اس ناقص 0.32 والفيسكوستي بتاعت الليكويد على الفيسكوستي بتاعت الجاز اس 0.37 والدنسيتي بتاعت الليكويد على الايه الدنسيتي بتاعت الجاز اس ناقص 4.7. هنا طبعا لو انا حطيت الساوتر ديامتر بالمتر يبقى الميو لازم نحطها بالفيسكوستي اللي هي بالنيوتن سكند كل متر سكوير، او طالما ان الوحدات واحده مش شاري حاجه. من هنا برضو لازم تفكر انت القيم هنا ايه، ليه القيم بتاعت المختلفه بتاعت تغير الفيسكوستي وتغير الدنسي ليه بتاثر على ايه، على الساوتر مين ديامتر. هتلاقي تقريبا لهم نفس الايه التفسير اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده عن البارامترز المختلفة اللي درسناها. يبقى هنا ممكن نشوف بقى بعد كده من هنا نقدر نقول effect of injection pressure on the southern mean diameter and atomization. هنلاقي كده عند أي ضغط، عند أي ضغط بصفة عامة، عند أي ضغط بصفة عامة عندنا هنا لو رسمنا العلاقة بين الساوتر مين دايمتر وبين الكرانك أنجل، عادة أول ما بيحصل حقن بيبقى طبعا القطرات دايما كبيره، اكبر دايما القطرات بتبقى اثناء عمليه ايه بدايه الحقن، لان لسه ما حصلش ايه بريك اب، لسه ما حصلش بريك اب، لسه ما اتكسرتش القطرات الى اصغر. لكن هنا هنشوف الايفكت الاوضح ان احنا لو كل ما الضغط مثلا كان 1000 بار، ضغط الحقن كان 1000 بار، هتلاقي هنا حتى عند بدايه الحقن خالص الساوتر مين ديامتر صغير جدا، يعني هنا اتومايزيشن احسن بكتير. ومع توالي عملية الحقن لحد آخر الحقن كده هتبص خلص بسرعة، أولا الديوريشن بقت أقل، الديوريشن بتاعت الحقن أقل، وكل معظم القطرات دهيا في مستوى إيه قطرات صغيرة، يعني الأتوميزيشن جاي. كل بقى ما بيزيد البريشر يقل البريشر، كل ما يقل البريشر في الاتجاه ده كده هنلاقي عندنا أولا هتلاقي القطرات نفسها المين دايمتر بتاعها وال الساوتر مين ديامتر هتلاقيها قيم اكبر، كل ما يقل البريشر كل ما كانت القيم ده اكبر، وكانت خدت ايه الديوريشن كان مكان ايه اطول. يبقى ايه التاثير بقى الانجكشن بريشر؟ اولا كل ما بيزيد الضغط، كل ما بيزيد الضغط ايه اللي بيحصل؟ الساوتر مين ديامتر بيقل عند بدايه الحقن ولحد اخرها، وفي نفس الوقت هنا ايه الديوريشن اوف انجكشن بيقل. يبقى احنا كده خلصنا الجزء ده عن السبراي كاركترستكس، وان شاء الله المحاضره اللي جايه هنكمل على الموضوع الاخر اللي هو الكومبشن كاركترستكس. واي سؤال؟ وان شاء الله كده زي ما عملنا في الثلاث محاضرات الاولانيين برضو انا منتظر منكم اي اسئله، وإن شاء الله هرد عليها برضه زي ما رديت في محاضرة عن الثلاث محاضرات الأولانيين. فبرجاء ذاكروا المحاضرات كويس عشان تطلعوا الأسئلة بسرعة علشان ما تأخرش الفهم بتاعك للمحاضرة لوقت متأخر وترجع بعد كده تتزنق. فأنا مستني أسئلتكم عشان أوضح لكم أي حاجة
ما كانتش واضحة في المحاضرة.